بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابتداء أشكر جماعة العدل والإحسان على هذه الدعوة لمواساتها، مشاركتها المواساة في علم من أعلام هذه الأمة وقامة من قاماتها الكبيرة، الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى. وإن كان التأبين لا ينبغي أن يكون محصورا على جماعة العدل والإحسان بحكم قربها من الشيخ، بل حق للأمة الإسلامية بكل أطيافها وكل سياراتها أن تعبر عن حزنها على هذا المصاب الجلل الذي أصابها. قد لا يتسع المقام كما ذكر الإخوة قبلي للإسهاب في الحديث عن الشيخ وعلاقتي به، خاصة وأنا نشأت في جيل الثمانينات حيث كانت جذوة نشاط الحركة الإسلامية، وكانت الجماعة في بداياتها، وكنت طفلا صغيرا أراقب وأتتبع بشغف شديد وشوق كبير ما كان يقع للجماعة وللمرشد من مضايقات، وما كان يتعرض له من بلاء، مما خلق علاقة وجدانية حقيقية بيني وبين الشيخ ولو من بعيد. وزاد هذا الأمر واشتد بعد أن التقيته، سواء وأنا طفل صغير أخذني والدي معه لزيارة الشيخ وتأثرت به تأثرا كبيرا، رغم أني لا أعي في ذلك الوقت التصور الفكري ولا التصور المنهجي، فقط سمت الرجل وربانية الرجل ترك في نفسي انطباعا شديدا لا زال أثره إلى اليوم. ثم مع مرور الأيام، أنا أصلا أؤمن بمبدأ ودائما ما أدعو إليه كثيرا من أصحابي ومن المقربين مني، وهو أن وزن الأشخاص والقيمة التي تعطى لأي شخص، لأي فرد من أفراد هذه الأمة، لا أعطي فيها للتفاصيل الفقهية والاختلافات الفكرية والتصورية والمنهجية، لا أعطيها أي اعتبار ولا أي ميزان، لأن هذه مسائل تختلف فيها العقول وتختلف فيها الأنظار، والله سبحانه وتعالى قد جبل الناس عليها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمثل هذه الاختلافات التصورية لا تعنيني في شيء، وهذه التفاصيل الفقهية لا تساوي عندي في الميزان شيئا، ولكن الذي أجعله دائما ودوم وإلى الآن ميزانا وعاملا محددا في نظرتي إلى أي فرد من أفراد هذه الأمة، عاملان مهمان. العامل الأول هو عامل الربانية والقرب من الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان التقوى من تقوى الله عز وجل والقرب من الله عز وجل والربانية والنورانية أول محدد أساسي عندي في القرب أو البعد من أي فرد من أفراد هذه الأمة. والمحدد الثاني والمهم أيضا هو الموقف من الحق والموقف من الباطل. الموقف من الحق نصرة الحق، الحق المجمل، الحق المجمل الذي أعني به الإسلام العام بمبادئه وقيمه العليا، المبادئ العامة التي جاء بها الإسلام من تحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كرامة المسلم، قيمة المسلم في هذه الدنيا تتحدد عندي بناء على هذا الأمر. لا يهمني أي اختلاف أو تصور فكري، بقدر ما يهمني إن كان هذا الرجل، خاصة في مثل هذا العصر الذي الذمم تباع فيه ليل نهار، هذا العصر الذي باع الناس فيه دينهم بشيء من الدنيا زهيد ورخيص،
المحدد عندي في الاعتبار والميزان موقف الرجل، قوة الرجل في مواقفه، في صموده ضد الباطل، في صموده ضد الظلم. ولا شك أن الشيخ رحمه الله قد اكتسب عندي مكانة كبيرة وعظيمة بفضل تميزه في هذين المحددين، الربانية والنورانية التي لا يجادل فيها أحد، ونحسبه كذلك والله سبحانه وتعالى حسيبه أنه كان من الصالحين وكان من الأتقياء. والمحدد الثاني نصرته للحق، تجرده للحق، جهره بالحق، قوله الحق دون أن يخشى في ربه سبحانه وتعالى لومة لائم، وهذا يشهد له به الخاص والعام، ولا يستطيع أحد أن ينكره أو يجحده. بهذين المحددين كان للأستاذ المرشد الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله ذلك كان له في قلبي تلك المنزلة الكبيرة والعظيمة والدرجة الرفيعة. فالرجل يمكن أن نقول أنه كان من الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان من المتجردين لقول الحق الذين يجهرون به لا يخافون فيه لومة لائم. ولذلك كان الحزن شديدا وعظيما على فقده، كان المصاب جللا بفقده، وإن كان يعزينا ويخفف عنا هذا الألم أن الشيخ ليس ككثير من العلماء وكثير من الدعاة الذين عرفتهم الأمة ماتوا ولم يتركوا خلفهم شيئا ينتفع به الناس للأسف الشديد، يعزينا أن الشيخ قد ترك مدرسة فكرية وجماعة لها وزنها الذي لا يجحده أحد ولا ينكره أحد، رباها على مثل هذه المبادئ والقيم العليا من الربانية والنورانية والتجرد في قول الحق وعدم الخشية في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. نسأل الله عز وجل أن يكون خير خلف لخير سلف، مصابنا ومصابكم واحد، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله.